اتحاد الكوره وفريق الكوره اللي عنده ماتش يوم 22 تمام تمام، وعايز ينتظر المباراه النهائيه بتاعت الاهلي عشان يسترجع اللعيبه، عشان ياخد اللعيبه اللي هو محتاجها. تمام. طيب ده معناه ان الماتش هيقام 17، خلاص الفريق تمام. هيرجع هنا 18، يسافر 18، يوصل هناك 19. طيب الثلاث ايام يعني 19 ل 20 ادي يوم، 20 ل 21 ادي يوم، 21 ل 22 ادي ثلاث ايام، الماتش يوم 22. فاحنا دلوقتي مستنيين الاستثناء من اللجنه من الفيفا مع اللجنه الاولمبيه الدوليه، خلاص ان يتسمح ان الثلاث ايام يتحسبوا 19 20 21 عشان يوم 22 يسمح لنا ان احنا نلعب الماتش. المشكله دي مش موجوده عندنا بس، دي عندنا وعند جنوب افريقيا، ما هي متاهله برضه للاولمبياد. صحيح تمام. مش احنا لوحدنا، يعني احنا الاثنين، حضرتك متخيل فريقين هيلعبوا النهائي الاثنين يتمنوا ان الماتش يا يتبدر يا يترحل لبعد الاولمبياد، يا الفيفا يوافق مع الاي او سي على ان بعد المباراه احنا نسافر ويبقى الثلاث ايام هم دول محسوبين كده مظبوط. بس ده اللي احنا حضراتكم ماشيين في ثلاث يعني الاتجاه طبعا. بتاع تبدير المباراه اتحاد الكره خدها تاني في طرف ثالث في موضوع تبدير المباراه او تاخيرها، في طرف ثالث. مين هو الطرف؟ مش طرف ثالث اللي هو الاتحاد الافريقي، طرف ثالث اللي هو المنظم للبطوله اللي هو المغرب. المغرب صحيح. تمام. فلو المغرب مش هتقدر تغير خلاص الميعاد لاي سبب، حجز ملاعب وات ايفر، خلاص يبقى خلاص، يبقى لازم هيقام فينا الميعاد المتفق عليه اللي فيه عقد بين الاتحاد الافريقي والمغرب لاقامه هذه المباراه في هذا التوقيت. صحيح. تمام. فانا في تخيلي ان الاتجاه ماشي، لان الناس كلها بتتعاون الحقيقه، فاتحاد الكوره مع اتحاد الفيفا مع اللجنه المنظمه مع اللجنه الاولمبيه المصريه مع الاي او سي، كله بيتعاون ان احنا نحل هذه المشكله. خلاص فانا اتخيل ان القرار هيطلع بالسماح لمصر وجنوب افريقيا انهم يسافروا بعد المباراه مباشره، يوصلوا يوم 19 وتقام مباراتهم يوم 22 عادي، ويبقى كده اكتفينا بالثلاث ايام اللي موجودين. ده تخيلي اللي هيحصل ان شاء الله، واكيد هنعرف من حضرتك على طول فور التاكد طبعا دلوقتي ان شاء الله.